متابعي طقس العرب في السعودية، نهار اليوم الاثنين سادت عموم مناطق المملكة أجواء شديدة الحرارة باستثناء بعض من أجزاء المناطق الغربية، إذ سادت هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي. نتعرف البداية على صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الصباح الباكر من هذا اليوم تشير إلى وجود بعض من السحب ولكنها بدون أي فعالية. انتقالا إلى خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، نلاحظ ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة. يوم الثلاثاء نهار غد تكون الأجواء شديدة الحرارة وتقارب أواخر الأربعينات في عموم المناطق. يوم الأربعاء أيضا درجات حرارة عالية وأجواء حارة جدا في عموم المناطق. يوم الخميس كذلك الحال، أجواء حارة جدا. ننتقل إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، بتسجل 30 مئوية وأجواء صافية، نسبة الرطوبة 61% وسرعة الرياح 18 كيلومتر في الساعة. انتقالا إلى درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله لثلاثة أيام القادمين في العاصمة الرياض، يوم الثلاثاء درجات حرارة حارة عالية جدا 44 نهارا 29 ليلا، الأربعاء 45 نهارا 31 ليلا، ويوم الخميس 46 درجة مئوية 30 ليلا وأجواء حارة إن شاء الله. متابعينا ما تنسوا تتابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب. إلى اللقاء.